الله، ما أجمل فيروز حقيقة، ما أجمل هذا النغم الأصيل، ما أجمل هذه الأندلسيات التي لا نستطيع أن ننساها. هذه الأغنية لفيروز هي من كلمات لسان الدين ابن الخطيب الأندلسي المعروفة. وطبعا السيدة فيروز قد اشتهرت بأندلسياتها التي غنت فيها الكثير من المقطوعات الرائعة، والتي تذكرنا بتلك الفردوس المفقود كما يقال. السيدات والسادة، ونحن أيضا نستكمل حديثنا مع هذا الفن، نستكمل حديثنا بفن آخر. يسعدني في هذه الحلقة أن أستضيف أحد الشخصيات المتنوعة التي يمكن أن يكون فيها شيء من كوكتيل الأندلس إذا جاز التعبير. هو شخصية مثقفة، وشخصية كاتبة، وشخصية فنانة، وشخصية مهتمة بكثير من الأطروحات الموجودة. يمكن أن يقال عنه أنه ناشر كذلك، يهتم بقضية النشر بشكل أو بآخر. لا أريد أن أطيل في التعريف بضيفنا لهذه الحلقة، دعوني وإياكم أرحب بالكاتب والفنان والمصمم الجرافيكي اللبناني الجميل الأستاذ كميل حوا. مساء الخير أستاذ كميل. مساء النور، كيف الحال؟ كيف أجواء الأندلس عند كميل حوا؟ ما في أبدع منا أبدا. حياة حلم جميل، يمكن نريد أن نحافظ عليه كحلم. ما في شك. طبعا إذا ذكرت فيروز لابد أن تذكر بيروت. إيه طبعا. ما أخبار بيروت؟ والله بيروت أخبارها طيبة رغم كل شيء. تظل حية. مدينة حيوية شديدة الحيوية. يعني أهل يعني لا ينفكوا بالحفلات والمطاعم والنقاشات الثقافية والمعارض الكتب ومعارض الفنون إلى آخره. في زحمة الدنيا تجد بيروت حية. إيه بدون شك. في ظل الحرب الأهلية تجد بيروت حية. إيه صحيح. في كثير من الأوضاع الاقتصادية السيئة تجد بيروت حية، أليس كذلك؟ بدون شك. الدين السر يا كميل حوا. والله بعتقد يعني هذا تراث لبناني قديم، يعني ومن قدم العصور، ربما يعني متأصل باللبنانيين. وحقيقة حتى خلال أسوأ لحظات الحرب الأهلية لم تتوقف المطبعة، ولم تغلق المطاعم كلها، ولم تتوقف الحفلات، ولا الإنتاج الفني ولا الموسيقي في بيروت. صحيح، هذا كان ملاحظ. قبل ما نبدأ ونخوض في التجربة الحالية، خليني يعني استثرتني لكي أعود شوية إلى الماضي. أنت خريج المدرسة أو الجامعة الأمريكية ببيروت. نعم. وعشت هالأحداث، أليس كذلك؟ يعني عندما جاءت الحرب الأهلية أنت كنت في معمعتها. نعم. شو ذكرياتك عن تلك المرحلة؟ شو ذكرياتك الفنية عن تلك المرحلة؟ على الأقل يعني هل كميل حوا فقد أو تاه عن رؤيته الفنية، وأنت كنت في البدايات في واقع الحال في تشكيل هذه الرؤية؟ لا، الحقيقة بالعكس تماما. يعني الحرب أهلي يعني كانت دافع لمزيد من يعني الانفعال الفني والإبداعي إذا جاز التعبير. طبعا أنا كنت خرجت للتو من الحركة الطلابية اللي كان في عندي فيها دور كبير، يعني وانخرط مع مجموعة من المثقفين في إصدار المجلات الثقافية، وثم التفت إلى وجدت نفسي فجأة رسام مع مجموعة من الرسامين في بيروت لبنانيين وعرب. الحقيقة هون بحب أذكر أنه يعني كان عندي تجربة طويلة مع النادي الثقافي العربي الذي هو بدأ أول معرض كتاب عربي من حوالي 70-65 سنة تقريبا، وأصدرنا أيضا بمبادرة شبه فردية أنا ومجموعة من الشباب أعداد خاصة من مجلة الثقافة العربية، وكان معي فيها شباب يعني مثل أمين معلوف، مثل ماجد نعمي، مثل سليم نصر، يعني في مثقفين، طارق متري إلى آخره، محمود حداد، كانوا معي في هذه. وهذه كانت تصدر في غب معمعة الحرب. نعم.
يعني هذه مفارقة جميلة. إيه إحنا أصدرنا 5 أعداد خاصة. وحتى أعداد فريدة وأصدرناها تقريبا يعني النادي كانت إمكانياته قليلة شوي. وقتها كان في نادي فؤاد سنيورة ومحمد قباني وإلى آخره. أصدرنا هاي 5 أعداد تقريبا على حسابنا الخاص وبأبسط الوسائل. يعني كنا نستخدم مش ورق صحف، بقايا ورق الصحف بيكون عجيب. كانت تجربة لا بأس بها. الواقع أنها جديرة حقيقة بأن ترصد لكي يعرف اليوم أبناءنا إنه الإنسان يستطيع أن يعيش ويستطيع أن يتلمس مواقع الجمال، والثقافة هي جمال في كل الأحوال حتى وهو في غب المعمعة. يعني طبعا إنه أنتم مجموعة من الشباب تصدروا هالمجلة، وفي آخرين كذلك بيكافحوا ويصدروا مجلات أخرى ونشاطات أخرى تحت أزيز الرصاص، وكلنا يذكر كيف كانت الحرب الأهلية موحشة في واقع الحال يعني في تلك الفترة مع الأسف. كميل حواء، تسمح لي يعني أقول لك كميل دايركت يعني من غير ولا أنت أستاذ كبير يعني. لا تسلم. أنت نشأت مع الورق على هذا الأساس، يعني أنت تتحدث عن أنكم كنتم تنشرون مجلتكم في بقايا ورق. إذن الورق ورق الصحافي، ورق يعني الصحافة الجريدة يعني الجريدة تطبعوها يعني. إذن أنت يعني أنت تعيش قيمة هذا الورق اليوم. هل أنت مزعوج اليوم في ظل خفوت الورق، الكتاب الورقي، الصحافة الورقية مثلا؟ لا شك يعني. أولا أنا حقيقة لا يذكر الورق إلا وتذكر معه المطبعة. لا يذكر الورق إلا وتذكر معه المطبعة. فالحقيقة هما يعني توأمان. طبيعي. إذا اختفى الورق سوف تختفي المطابع، فرح نخسر أكثر بالورق كمان أشياء أخرى. يعني المطبعة مؤسسة مهولة. صحيح. والمطبعة كانت أحد الاختراعات التي عملت نقلة كونية. طبعا. لأنها نقلت الثقافة من حالتها النخبوية، لأنها كانت مخطوطات، إلى حالتها الشعبوية. طبعا. وحقيقة هون يذكر يعني ما يرضوا أنه لبنان عرف يمكن ربما أول مطبعة بالشرق. صحيح. والطباعة إلى الآن وخلال الحرب الأهلية فعلا المطابع لم تتوقف بتاتا. يعني استمرت بيروت تلعب دورها كطابعة وناشرة للكتاب العربي خلال سنوات الحرب كلها. بالمطبع يعني أنا بتمنى على الناس قبل ما يصير الخوف يعني أنه يعني تستطيع أن تقرأ صفحات على التابلت على ولكن القراءة الحقيقية هي قراءة الكتاب الورقي. وحتى الآن الكتاب الورقي حتى في الغرب أجا وقت بلشت الناس تحاول تقرأ روايات على الألواح الرقمية هاي وفشلت وتراجعت. الكتاب الورقي اللي تمسكه بإيدك وتجلس على الكرسي تقرأه وتتمدد وتتقلب معه وتحمله وتطبيه يعني شيء تجربة مختلفة تماما. والحقيقة أهم من ذلك كأنك تتكلم عن جنين يعني. إيه الحقيقة أهم من ذلك أنه لا أظن أنه يعني تركيز الإنسان انسجامه مع النص لا يمكن أن يكون على الشاشة كما هو على الورق. يعني ممكن تقرأ بسهولة صفحة على الشاشة، صفحتين على الشاشة، ممكن تقرأ مقال تنفعل به، ونحن عم نتعود على ذلك. ولكن بالنهاية القراءة الطويلة العميقة الحقيقية يلي بتدخل أنت فيها كإنسان إلى داخل كتاب وتخرج من الجهة الأخرى لا يمكن أن يكون إلا كتابا ورقيا. ولذلك أنا الحقيقة من فترة قريبة كتبت مقال طويل دفاعا عن الجريدة الورقية،
لعدة أسباب. نشرته بالنهار. أي نعم. نعم. من هذه الأسباب أنه أظن أنا أنه أرى أن الجريدة الورقية هي خط دفاع أول عن الكتاب، والكتاب هو خط دفاع أخير عن القراءة. جميل. فإذا فقدنا الجريدة ربما نفقد الكتاب ونفقد القراءة. والحقيقة القراءة من الأشياء التي لا يجوز التساهل بها بتاتا، يعني لا نستطيع أن نطور الإنسان العربي أو في المملكة أو في لبنان أو وين ما كان بدون القراءة. ولا يستطيع أحد أن يصف لمن لا يقرأ قيمة القراءة، لأنه فقط الذي يقرأ يعرف قيمة القراءة. مثل ما أنك لا تستطيع أن تصف لأحد قيمة العاطفة الفنية أو العاطفة الثقافية، الوصف لا يجيز، فقط اللي عنده هذه العاطفة يعرف قيمتها. والحقيقة فقط الذي يقرأ يعرف قيمة القراءة ويعرف مدى استفادته من قراءة كتاب. المشكلة وين أستاذ؟ أنا بظن أن نحن الحقيقة، هل تعتقد أن المؤسسات سواء كانت رسمية أو شبه رسمية أو حتى أهلية مقصرة في هذا الباب؟ اليوم أبناءنا هم جيل التكنولوجيا في كل الأحوال. نعم. يعني عمره 15-16 سنة. نعم. من يوم ما ولد هو مولود مع الجوال. نعم. إلكترونيا. نعم. ما بيعرف هالإحساس اللي أنت بتتكلمه. ممكن أنا بلامسك، يعني بأشاهد وأنت تتحدث هذه الدمعة المكتنزة في عينيك. نعم. فأستطيع أن أستشعرها، لكن آخرين يستغربوا ليش أنت حزين بهذا الشكل. هو الحقيقة ما في شك أنه هذه الموجة الكاسحة من الإلكترونيات والسوشيال ميديا يعني أثرت تأثيرا كبيرا على مدى علاقة الإنسان بالكتاب والجريدة والقراءة. هلأ ممكن تنحسر مع الوقت مثل ما كثير أشياء حدثت في الماضي، ولكن أنا لا أريد أن نقاوم الطبيعة، لا أريد أن أقاومه التطور. لا أريد أن يعني ألعن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والإلكترونيات. ممكن الموائمة بين الاثنين؟ لابد من الموائمة. لابد من الموائمة. ولكن الأساس عندي هو القراءة. وأنا المشكلة الحقيقة هو كثرة التعود على الإمساك الجوال والالتفات إلى شاشته. أصبحت ظاهرة عجيبة من آخر 10 سنين، يعني إنه 5 أصحاب جالسين بمكان كلهم وكل واحد منشغل بجوال، وهذا كلام رائج، ما عم بكتشف شيء. هذه مشكلة حقيقية. من 10 سنوات أو 15 سنة كان في مشكلة التلفزيون، إنه الرجال بيرجع من عمله على البيت بيقعد أمام التلفزيون لا يروح ينام، فإنه الناس قاعدين ببيت والتلفزيون مدور ما بيقدروا يحكوا مع بعض. وكان في طلعت بأمريكا وما أعرف وين دعوة إلى يوم يغلق فيه التلفزيون. هلأ لازم نعمل دعوة ليوم يغلق فيه الجوال. الحقيقة طبعا التلفزيون الآن انحسر إلى حد ما، والجوال والآيباد ومش عارف شو حلوا بحلوا الإنترنت طبعا قبل كل شيء. ولكن هذه هي المشكلة، أن نصبح مستلابين لأداة واحد. يعني أنت ضد الاستلاب، يجب أن نقاوم هذا الاستلاب. في تصورك كيف؟ لا أنا قلت، أنا بداية هذا المقال قلت كلمة، قلت هل نحن عن حين عم نتخلى عن الجريدة الورقية عم نتخلى عن القراءة في وسيلة للقراءة وفي وسيلة أخرى، أو عم نتخلى عن القراءة في وسيلة إلى اللا قراءة؟ أنا هذا اللي شايفه. أنا شايف أنه الناس اللي بطلت تقرأ جرائد وبالنهاية بطلت تقرأ كتب بطلت تقرأ وتفكر حالة أنه هي مبسوطة بشوية تغريدات وشوية قصص الواتساب وخبريات وإلى آخره. والحقيقة هذه على أهميتها وظرافتها ضحلة جدا، ولا تحل محل القراءة الحقيقية بتاتا. ويعني أنا أعجب من الناس حقيقة، هناك كمان أوهام. يعني في ناس بيقول لك يا أخي أنا شو بدي بالجريدة اليومية، أنا بين السوشيال ميديا والتلفزيون والإنترنت بعرف كل الأخبار. غير صحيح بتاتا. أنا مستعد أراهن
مع أي شخص، أنا ناخد أي 100 شخص بآخر النهار نجتمع معهم، منشوف شو الأخبار اللي عرفوه وشو اللي ما عرفوه، منشوف شو عرفوا هني إذا ما قروا جرائد، شو موجود بالجرائد ماريو. يعني الحقيقة التجربة مع الجريدة مختلفة تماما. يعني بالجريدة تقرأ، رح تقرأ رأي وتقرأ خبر، وخبر أنت لم تختاره. يعني كمان الجريدة تقدم لك خدمة متكاملة. هلأ طبعا هذا القول مثل ما كنا عم نحكي ذلك يوم، الجرائد تحتاج إلى عمرة مثل ما بيقولوا المصريين. صحيح. عن السيارة تحتاج تجديد. إلى تجديد جذري. تجديد يعني إلى نصف الجريدة القديمة عقل جديد وفكر جديد، تأسيس جريدة أخرى بنصوص مختلفة، بكتابة، بصور، بإخراج فني مختلف، بوتيرة، بإيقاع آخر تماما. ولكن هذا لا ينفي الحقيقة، ما تأخذه من الجريدة اليومية لن تأخذه من أي مكان آخر. صحيح. تعرف كميل، أنت بتذكرني بتجربة وأنا يمكن ذكرتها في أكثر من مرة. أنا من جيل كنت أبحث من خلال الورق، ما كان عندنا النت الموجود الحالي، وإذا احتجت أن أبحث بروح إلى هالمصادر، بفتح الكتاب ربما عشان معلومة محددة بتجه إلى هذا الكتاب، بأخذ هذا الكتاب بأقرأ عشان أوصل إلى هذه المعلومة، بضطر أقرأ كم كبير جدا من الصفحات، ربما بعض الأحيان أنشغل بمواضيع مختلفة عن الذهاب إلى المعلومة التي أنا أردت أن أحصل عليها، وبالتالي شكلت وعينا وشكلت هل كم المعرفي الذي نختزله اليوم في ذواتنا. نعم. اليوم للأسف أبناءنا يفتقدوا هذا الأمر، خاصة بفكرة الاختزال. يعني أنت بتدخل على الجوجل ولا بتدخل على السيرش المحدد وبتأخذ المعلومة دايركت، لا بتشوف اللي قبله ولا بتشوف اللي بعده. نعم. فبالتالي أصبحنا فعلا أشخاص آلاتيين إذا جاز التعبير. نعم. هذا الأمر يدعوني حقيقة، وأنا أتضامن معك وأتضامن مع الكثير، أنه يا جماعة أنا أوجه هذا الخطاب إلى المؤسسات الرسمية، إلى مؤسسات الدولة في المملكة وفي غير المملكة، لابد أن يكون عندنا مشروع وطني، مشروع استراتيجي من أجل المحافظة على القراءة من خلال المحافظة على الورق. الحي يحييك أستاذ كميل، مش هيك؟ أفهم. الحي يحييك طبعاً. كما يقال طبعاً. أنت لما بتمسك كتاب، الكتاب هو حي، لأنه هو عبارة عن ورق، والورق من الخشب، والخشب مادة حية أساساً. نعم. فالحي يحييك، يعني ستشعر معه بتلامس اليوم أبناءنا يفتقدون هذا. يعني هم تفضل. يعني الحقيقة نحن بحاجة إلى استراتيجية مبنية على شيء ممكن نسميه الريادة المسؤولة. الريادة المسؤولة، يعني في أشياء ممكن أن نستغني فيها عن الورق، لأنه أحياناً كمان كثرة استخدام الورق أو يعني الإسراف في استخدام الورق يؤذي البيئة ويؤذي الشجر وإلى آخره. صحيح. يعني حقيقة كميات الشجر التي تقطع كل يوم بشأن صناعة الورق يعني مذهلة، ولكن فبالمقابل فما في مانع أنه ينعمل سياسة، أولا طبعا لإعادة تدوير الورق اللي يستخدم، للتخفيف من استخدام الورق غير الضروري، لحصر الورق بالأشياء المفيدة وذات قيمة حقيقية. نفس الوقت نحن لابد أن نبني جسرا بين النشر الورقي والنشر الإلكتروني. يعني لازم يكونوا توأم، أصبحوا يمشوا مثل التوأم، كل يعني لازم يكون في نوع من التوأم بين كل وسائل الإعلام. ما نخلي وسيلة إعلام تطغى وبالتالي نفقد معها وسيلة إعلام الأخرى. والحقيقة هو إلى الآن التجارب كلها تصل إلى نفس النتيجة، أنه يبدو لوهلة ما أو لفترة ما أنه الوسيلة الإعلام الجديدة سوف تلغي ما قبلها، ولكن مع الوقت تعود الأمور تتوازن. إنما الحقيقة أن الهجمة الإلكترونية تبدو أعنف من وأعمق أثرا وأبعد. صحيح. تأثيرا من لأننا تخلينا من سابقاتها، وإحنا تخلينا ما عندنا يعني دفاعات. لما طلع التلفزيون قالوا راح يلغي السينما، هاي السينما رجعت وهاي بلاش نفتح صالات عرض بالرياض. صحيح.
لما وقالوا لما طلعت قالوا راح يلغي الراديو، الراديو لم يلغي، واحنا موجودين الان نحن موجودين الان في اذاعه. فالحقيقه الراديو له فوائد وله ميزات استثنائيه، وانا شخصيا من ضمن الدعوه الى الرياده المسؤوله هو اعاده الدور للراديو بخصوصياته ايضا. لانه الحقيقه في كثير من الاحيان بالنسبه للسائق بالسياره، بالنسبه للانسان قبل النوم الى اخره، في لحظات كثيره الراديو ممكن يوصل للناس ثقافه راقي وجميله لا يوصلها التلفزيون. برحابه اوسع من الوسائل الاخرى. صحيح. استاذ كميل، من اجمل ما قرات لك كتاب جميل اسمه سبب آخر، وهو عبارة عن مجموعة مقالات كنت نشرتها في القافلة. ابتداء، ماذا تعني لك القافلة؟ والله القافلة هي أكبر، يعني هي أهم تجربة، من أهم الأشياء الذي أنتجها المحترف السعودي كدار تصميم. يعني نحن تولينا إعادة تشكيل القافلة إذا جاز التعبير حوالي 15 عام. خلقنا له شخصية جديدة مستلهم الشخصية السابقة لها، ومستلهم يعني بيزات التفكير شركة أرامكو. إذا نعرف بس للناس المستمعين والمستمعات، القافلة هي مجلة شهرية تصدر عن شركة أرامكو. نعم، اسمها قافلة الزيت بالأساس. هي كانت قافلة الزيت، أصبحت قافلة من 20 سنة تقريبا. والحقيقة يعني يمكن وهي أقول أحد المجلات الرائدة ما في شك. إيه، بحب أقول كلمة هون القافلة. نحن أولا نشعر بامتنان عميق لهذه الفرصة اللي فتحت لنا إياها شركة أرامكو. أهم من ذلك أنه أنا لا أظن أنه هناك يعني أداة إعلامية يكون لها شعب من الامتنان ما يكون الشعب السعودي للقافلة. أنا يعني قابلت مئات الناس يلي فهمت منه أنه كان مصدر رئيسي من مصادر ثقافتهم، خاصة في فترات الشباب وإلى آخره. مجلة القافلة هي شكلت الثقافة السعودية. فالحقيقة وحتى اليوم يعني يعني الآن أنا سعيد أيضا بالإقبال اللي على القافلة، أكان على المجلة الورقية أو على الموقع. ويعني نحن نضع جهود استثنائية لجعل هذه المجلة مجلة متميزة، وكان هناك كتابات في عدة صحف سعودية وعربية عن أن القافلة اليوم ربما تكون خيرة المجلات الثقافية العربية من هذا الطرز. يعني مش يعني في مجلات أنواع أخرى طبعا. صحيح، أنا يعني أثني على هذا القول يعني كأحد المهتمين بالنشاط الثقافي والحركة الثقافي. والقافلة ما في شك أنها أحد المجلات التي كانت ولا تزال وإن شاء الله ستكون أيضا في المستقبل أحد الروافد الرئيسية للمعرفة الثقافية في المملكة والعالم العربي. نعم. إجمالا يعني أنتم في المحترف السعودي اهتمامكم كذلك كان واضح بالخط العربي، يعني عندكم كثير من التصاميم الجرافيكية حول الخط العربي كأنه حالة إحياء في ظل ضمور للأسف كذلك الخط العربي اليوم في ظل اختزاله يعني في هالكتابات. والله نعم، حقيقة هو الميزة الرئيسية كانت ببدايات المحترف. يعني المحترف أنا بظن أو أدعي أنه لعب دور رئيسي في إعادة الالتفات إلى الخط العربي كأداة تجمل النشر والإعلان. والحقيقة شركات الإعلان الكبرى في جدة، وأغلبها كانت في جدة وفي المملكة، تعرف وتقر بأنه المحترف لفت له نظرة إلى الخط العربي وجعلها تعيد استخدام الخط العربي كحالة فنية وكتصميم بالإعلانات. وأنا في مرة كنت قاعد مع رجال يعني بيهتموا بالثقافة والدين وإلى آخره، قلت لهم أنه أهمية المحترف مش أنه عمل خطوط عربية للجاليريز أو لللوحات. أهميته أنه أعاد الاهتمام بالخط العربي والفن الصادق
إلى الحياة التجارية، إلى شعار الشركات وإلى إعلانات الشركات. يعني صار عندنا لوجو للشركات من الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي. إيه. الحروف العربية إيه. تقصد. وليس فقط الخطوط التقليدية الكلاسيكية، ولكن أيضا باستخدام يعني حس الفني المعاصر لإعادة تشكيل هذه الخطوط. فالموضوع متكامل، يعني أدخلناه إلى عقر دار التصميم، يعني رجال الأعمال والبزنس وإلى آخره، اللي هو أهم من أنك تكون بجاليري فايتين الناس يشتروا لوحة أو إلى آخره. على ذكر الجاليري، شو رأيك اليوم بالفن المعاصر؟ أنا بس بدي أقول كلمة بس قبل الحقيقة. بالنسبة لتجربة المحترف، تجربة المحترف إلى ثلاث وجوه بهالناحية. أول وجه هو الالتفات إلى الخط العربي واستخداماته. ثانيا، نحن استخدمناه في إعلان المناسبات. إنه المحترف من الأشياء اللي تميز فيها والتي الناس حاولت تقلده فيها، من في ذلك أكبر دور كبريات مؤسسات النشر الصحفي هو إعلان المناسبات، اللي كان يبقى إعلان يعني رتيب وتقليدي وجاف. أدخلنا إعلان المناسبات، الفن والذوق والخط والتصميم والحس والفكرة. الشيء الثالث واللي اشتهر فيه المحترف هو تقويم الحائط. يعني نحن أصدرنا ما لا يقل عن 50 تقويم حائط جداري بخطوط عربية وبآيات قرآنية. جميل. أنا أدعي أنه ربما على جدران البيوت والمستشفيات والمدارس والمكاتب وغيرها في المملكة يمكن لا يقل عن ما بعرف 1,000,000 لوحة خطية مبروزة من شغل المحترف. يعني في مستشفيات بجد جميع ممراتها من لوحات المحترف. جميل. أهمية المحترف في تجربة التقويم والخطوط هي أنه نحن ما عملنا خطوط تقليدية ولا عملنا خطوط هجينة، عملنا شغل خطي بإحساس صادق تراثي ولكن حر وفي تفكير. يعني إذا تسمح لي أعطي بس مثلين، مثلا ما عملنا تقويم ب 12 صفحة لكل شهر آية قرآنية تحمل رقم الشهر، فتبدأ بقول هو الله أحد وتنتهي بأن عدة أشهر عند ربك 12 شهرا فاكتملت الأرقام. فالناس عم يعني في مستوى جديد. جميل. من جعل الناس تحب هذا الخط وهذه الآيات. نعم. نفس الوقت ما في شك. ولا تنسى أن الخط العربي مطواع، يعني هو جداً. يمكن أحد الخطوط الرئيسية في العالم الذي يمكن أن تطوعه في الانحناء، في الانكسارات. جداً. ليس كالخطوط اللاتينية يعني صلبة. صحيح. في هذا الباب. خلينا ننتقل إلى جانب آخر أستاذ كميل حوا، إلى الفنون. لفت نظري أنه أحد مقالاتك الجميلة في كتابك سبب آخر، والعنوان على فكرة لافت، سبب آخر لا شو يعني سبب آخر للحياة، سبب آخر لأي، يعني مفتوح، العنوان مفتوح. يعني مقالة بعنوان انظروا إليها بحس آخر. نعم. لفت نظري وأنت تتحدث عن الفن المعاصر تشير إلى حالة الغربة التي صارت، يعني وحالة العزلة كذلك، أصبحت الفنون شيء غريب عن حسنا، عن أذواقنا. ندخل ما بنعرف شو المقصود من هاللوحة. نعم. بنعيش هاللغز، بعض الأحيان بنخرج وإحنا مش فاهمين يعني وإيش القصد. فكأنك يعني لامست شيئا مهما، إنه يا جماعة حببوا الناس شوي، يعني بلاشت إحنا مش ناقصين الغاز، مش كده يا أستاذ كميل؟ والله هذا موضوع يطول. أنا الحقيقة رأيي إنه الجهد لازم يكون من جهتين. الحقيقة إذا بتسمح لي أريد أن يعني أعمل تعريف بسيط للعمل الفني. العمل الفني أو العمل الإبداعي، مع أنه ما بحب أستعمل كلمة إبداعي كتير، هي تأتي لحظة يمسك الفنان بطرف خيط و
يكون هناك في نفسه تراكم من المشاعر والانطباعات والخلاصات النفسية والحسية، فيبدأ من تلك اللحظة بطرف الخيط إما يكتب لحنا أو يكتب قصيدة أو يرسم لوحة أو يرسم شكلا فنيا ما. أنا بالنسبة لي العمل الفني هذا شكله الأساسي، وأنا رأيي أنه أي فن ينتج فنان بحس صادق بناء على هذا الشكل يكون فن جميل يستحق النظر إليه. أنا اللي قلت قصدت بهذه المقالة هي ما يلي، أنه نحن ما نحكم سلفا على الفن إذا كان تجريدي بأنه نحن لا نفهمه، بمعنى أنه ادخل إلى القاعة وانظر إلى هذا الفن بحس مجرد. يعني أنا كانوا يقولوا لي أنه مثلا رسمك مفهوم مش مثل الرسم الثاني وإلى آخره، أقول لهم مش هذا الموضوع، لأنه الحقيقة بالنسبة للشأن البصري دكتور زيد القيمة الجمالية الرئيسية هي قيمة تجريدية، القيمة الأساسية الجمالية هي قيمة تجريدية، أكان الفن مفهوم أو كذا كان الفن مجرد، فالقيمة الأساسية قيمة أساسا تجريدية، وبالتالي أنت تبحث عن الجمال المجرد باللوحة اللي أنت فاهمها، وأنت تتعلق باللوحة مش بسبب أنك فاهمها، بسبب أنه أنت لمست فيها جمالية معينة، يعني أكان بالتكوين أو باللون أو إلى آخره. وبالتالي أنا بقول للعالم انظر إلى العمل بحس حر، يعني انسى أنه أنت، لأنه مثل ما الرجل أو الأمرأة ممكن يشتروا فستان مثلا معمول من أشكال هندسية، هذا فن مجرد، هن بيستحلوا لما يكون ماش بسيط فستان، انظروا للوحة بنفس الإحساس. فإذا كان اللوحة، يعني خلاصة القول، إذا كان الفنان أو الشاعر أو الملحن عمل موسيقى فعلا تتجاوب مع الحس الإنساني الصادق، فهذا عمل فني يستحق التقدير. خلينا نوصل أنا وإنت في حالة سريعة، ما المقصود بالعمل الفني؟ يعني أنت تشهد بعض الأحيان أعمال، أنا أتكلم عن نفسي، تصنف أنها أعمال مفاهيمية، ولا تعرف بعد ذلك تقعد تتأملها، أنا زيد أقعد أتأملها مش فاهم إيش القصة، دوائر 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 دوائر، مثلا عمل قد يكون أنا رأيته طيب وبعدين قالوا هذا عمل مفاهيمي وهذه الدوائر ترمز إلى أشياء كثيرة، ويبدأ يدخلك في متاهات. أنا أؤمن بالأعمال التكعيبي مثلا السريالي أو غيرها، في لوحة في النهاية، أنت ممكن تلمس لونا، ممكن تلمس تباين في الألوان، ممكن تلمس ظل وكذا، لكن في اليوم تسودنا تسودنا أعمال صراحة. أنا أتكلم عن نفسي ما عدت أفهم. أنا الحقيقة فما هو كفنان، أنا أسألك كفنان، ما هو العمل الفني الذي تترك لي بعد ذلك أن أفهمه بحسي؟ دون أن ألقي، يعني دون أن الخروج بأحكام نهائية، ولكن منذ تقريبا قرن أو أقل قليلا بدأت تظهر أعمال فنية مشكوك بقيمتها الفنية، ولكن لها صيت عالي وتصل إلى أسعار خيالية. ما في شك أنه بالفن الحديث، فن المعاصر يعني والحديث، وبشكل ربما بازدياد، هناك ظاهرة عليها علامة سؤال، أنه هناك أحيانا إقناع جبري بعمل ليس لا يمثل شيء، وتصل أسعاره إلى أرقام فلكية، وأنا أظن أنه كثير من الأحيان فعلا الناس تشتري هذه الأعمال، متمولين كبار على أساس أنه هذا فنان رح تزيد أسعاره، بيمتلكوا هالعمل وبعد فترة هالعمل بيصير سعره لا شيء، وبينتهي حقيقة، وأنا تعرفت إلى أكثر من شخص هيك، بينتهي عنده عمل هو ما بيحبه بالفعل بس هو اشتراه تحت وطأة هذه الحملة،
لا هو بحبه ولا قيمته المالية مستمرة. فبالتالي لو كانت لو كان هو بحب العمل معلش ودفع عنه مبلغ كبير بسيطة، على الأقل هو في شيء يحبه. نعم. أنت ممكن يكون عندك لوحة صغيرة جدا بتحبها، قيمتها كبيرة بالنسبة لك، فالقيمة المالية موضوع آخر. ولكن ما في شك أنه في، أنا من وجهة نظري وشخصيا أرى أعداد كبيرة من الأعمال بهذا الاتجاه توجه المفاهيم، أنا من وجهة نظري لا قيمة لها ولن تستمر ولن تترك أثر بالنفوس بالنهاية. أنه بالنهاية الفن شغلته يترك أثر بالنفوس، إذا ما ترك أثر بالنفوس ما له دور. صحيح. الفن له دور اجتماعي، له دور ثوري. صحيح. فإذا الفن ما ترك أثر بالنفوس، الناس اللي عم يتفرجوا عليه ما له قيمة. وبالنهاية الأعمال اللي لا يتذكرها أحد بعد أسبوعين مهما كانت تبدو مذهلة بلحظتها لا قيمة لها. ودون أن يعني أطلق أحكام على أحد أو على نمط معين، ولكن أنا رأيي المقياس الرئيسي هو أن ترى أن هناك حسا حقيقيا داخل في العمل الفني. إذا هذا الحس موجود وصل إلى الناس فهو عمل ذات قيمة، إذا ما وصل إلى الناس هذا الحس وطلعوا الناس فارغي الأحساس من بعد ما شاهدوه فهو لا قيمة له. أستاذ كميل، ترى الوقت مشي معانا وإحنا على وشك نهاية حلقتنا، لكن أبغى أسألك حول رؤيتك وأنت العربي اللبناني الذي تعيش بيننا منذ 30 سنة تقريبا وأصبحت واحد مننا في واقع الحال، رأيتك للحال للتجربة التي نحن فيها. أنا أعرف أنك داعم لكثير من المصورين الفوتوغرافيين الضوئيين وحفزتهم في الظهور، وهناك إصدار جميل حقيقة. كيف يقيم كميل حوا المشهد الفني على الأقل في الإطار التشكيلي والإطار التصوير الضوئي؟ والله يعني أنا أولا أشكرك على هذا الكلام، وأنا معتز جدا ب إذا أعمل معترف السعودي بدور في تشجيع الفنون. طبعا دور معترف به بدون شك بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي بكتاب المملكة بعثات شبابها وما قبله، ونحن أصدرنا كتابين أيضا عن الفن التشكيلي يعني، وكانت كتب يمكن إلى الآن ليس هناك كتب تقارنها كثيرة بالمكتبة السعودية. ما في شك أن هناك يعني أعمال فنية، يعني هناك أصبح تراث فني تشكيلي سعودي، وهناك فنانين يعملوا أعمال إلى قيمة. يجب أن نحذر من كثرة الاهتمام. يعني مثل ما بنحذر من قلة الاهتمام يجب أن نحذر من كثرة الاهتمام يؤدي لها. أو المبالغة أنا شخصيا لاحظت يعني مثلا بعض الفنانين الذي ربطتنا فيهم علاقة ودية حقيقية خلال سنين، أنه أخذتهم موجة يعني هيك تكبير إعلامي ربما أفرغت بعض ما عندهم من مكتنز فني، وأصبحوا بيعيشوا على مجد بعض الأعمال ووقفوا عن الإنتاج الحقيقي. كلام سليم وكلام مهم. فلذلك وأنا يعني أنا أعرف من تجارب كثيرة حتى في لبنان أنه الحصار الإعلامي يشبه النفخ الإعلامي، اثنيناتهم ممكن يضروا الفنان. وإذا كنا نريد أن نبدأ مرحلة حقيقية في تنمية الحس الفني والذائقة والإنتاج الفني، يجب أن يكون هناك شيء من يعني يبدأ الآن من أول وجديد شيء من وضع مقاييس للعمل الفني، يعني للمعارض إلى آخره، وعدم يعني استسهال الأمور فقط للتشجيع. ف
فليس هناك حاجة لهذه المبالغة في التشجيع. كان هناك يمكن حاجة من 50 سنة أو من 30 سنة. اليوم هناك عمل فني، هناك مصورين على درجة عالية من الكفاءة، فلست بحاجة للتزيد بالتشجيع. يجب أن يكون الضبط. هناك شيء يجب أن يكون من عندنا ضبط ومعايير دقيقة. معايير والله يعني ختامها مسك أستاذ كميل، يعني تسلم. حقيقة النصيحة التي أنت طرحتها الآن هي نصيحة مهمة، ونحن دائما ما نكررها حتى في الجوانب الأخرى، في الجوانب الإبداعية الأخرى كالكتابة طبعا. طبعا. يعني اليوم آن الأوان لأن تكون لدينا ضوابط معيارية دقيقة جدا حتى نفرز، لأن المشهد يحتاج إلى أن يكون قويا وليس هشا بهذا الشكل الذي هو عليه وفقا لما طرحت. كميل حوا الكاتب والفنان والمصمم الجميل والإنسان الرائع، أشكرك أن كنت معنا في الدقائق. تسلم، هذا شرف كبير لي، الله يخليك. شكرا جزيلا. السيدات والسادة، أرجو أن نكون قد وفينا معكم خلال الدقائق الماضية. كنا في حديث ماتع ورقراق مع الكاتب والفنان الأستاذ كميل حوا. نسعد بتواصلكم معنا على إيميل البرنامج mdth2015@gmail.com وعلى صفحة مدارات على تويتر بعنوان مدارات ثقافية. ننوه بأن البرنامج يعاد بثه صباح يوم الثلاثاء أو لنقل مساء يوم الاثنين بعد منتصف الليل عند الساعة 2 صباحا. تقبلوا أطيب التحيات مني أنا زيد الفضيل من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد نيازي، وإلى لقاء متجدد في موعدنا الحفي بكم مساء كل يوم سبت من كل أسبوع. دمتم بخير.